اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في يوم جديد من رالي ابو ظبي الصحراوي. يوم جديد ورساله جديده في ثالث مراحل هذا الرالي. بالامس شاهدنا تفاصيل الرحله او المرحله الثانيه، اليوم خلينا نتعرف على تفاصيل المرحله الثالثه والتي تعد اطول مرحله. مشاهدينا التفاصيل ومن ثم نكمل معكم. طويل العمر، الحمد لله على السلامة، الله يعطيك الصحة والعافية، ما شاء الله عليك اليوم من أول واصلين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شوف اليوم تعرف المرحلة تقريبا ما يقارب 300 كيلو. في أول تقريبا 70-80 كيلو جاوزنا السيارتين اللي قدامي. استوى هني استوت المشكله انك ما تقدر تسرع اكثر لان انت تفتح الطريق. فبقى عندي تقريبا 200 وشوي كيلو. فاضطريت اني اسوق برذم عالي، واللي ما اقدر يعني احاسب اكثر اذا في اماكن ما اشوفها عدل. طبعا طبيعي يعني بيلحقونك اللي وراك. ومثل ما شفت ابطال العالم يعني هم اللي كانوا وراي بالضبط اثنيناتهم. لكن بغيتهم يتجاوزون، حاولوا يتجاوزون ما قدروا. لان المشكله انك لو تتجاوز انت تفتح الطريق خلاص، لان تعرف قرارك يوم تفتح الطريق ما عندك لاين، فتصير انت لازم تقرر وين. ما حاولوا يتجاوزون ما قدروا، فتميت انا اللي متقدم وعليت شوي الردم شوي مثل ما تشوفون، كسرناها شوي السياره. لكن الحمد لله على كل حال اليوم مرحله كانت وايد زينه. طبيعه ان الجو كان مساعد شويه مثل ما تشوف، ما في غبار، فيها سرعات اليوم، فيها مختلف يعني مختلف، فيها تنويع، رغم ان اليوم في تغريز اكثر لان جينا مناطق رمله ناعمه وايد. الحمد لله على كل حال الامور طيبه والله وفقنا وصلنا الحمد لله. طويل العمر، ثالث مراحل، كيف شفت المراحل بشكل عام اليوم؟ صحيح اطول مرحله ولكن نوعا ما مرحله هاديه، يعني ما فيها غبار، ما فيها هواء. كيف شفت ثلاث مراحل؟ شوف انا اقول لك، اول مرحله اليوم الاول صعب، تكون الاجواء كانت ما تساعد، وطبعا الاعطار اللي استوت فيني واضطريت اني اوقف. يومك اخترب، مشاكل البنشر والغبار اللي يعني ما يوالي حتى تعدل تضبط السياره وانت برا. اليوم الثاني امس نفس الشيء، الغبار، لكن الحمد لله خلصنا من التوب 3. اليوم كطبيعه مرحله اطول لكن فيها تنويع اكثر، عشان عيبتني انا شوي اكثر. رغم ان الشيء الوحيد اللي خلاني طول الوقت في تنس اني مركز اكثر لاني افتح الطريق. طويل العمر، اليوم اول يوم انا التقي وياك مع ثلاث مراحل، شكليا ونفسيا ومعنويا مرتاح اكثر. مرتاح لاني اعطيت الاداء اللي اعطيته، ما اقدر اقول لك اكثر عن شيء، بكون مخاطره، بتجازف، تستوي لك حوادث. رغم ان في اماكن كنا يعني وايد قريبين ان تستوي لنا لا سمح الله يعني، لكن مثل ما يقولون يعني وي ار جست اباوت ذا فاين لاين، اللي هو الخط اللي خط الخطر. بس مثل ما قلت لك الجو ساعدنا، طبيعه المرحله لو انها طويله فيها طبيعه ممتازه جميله، والمنافسه مثل ما شفت انت ابطال العالم وياك يحاولون ينافسونك ويقول لك لا خلينا نتم وراك، مثل ما اقول يعني ما بقادرين.
هاي اعطت نوع من المتعه بالنسبه لي. كيف ان شاء الله تنظر للمراحل المتبقيه وان شاء الله والحمد لله رب العالمين خلال هذه الثلاث مراحل تواجدك في التوب 10 اتوقع انه يعطيك ادفانتج اكثر ونفسيا ومعنويا انك حتى المراحل الجايه تخوضها وانت نفسيا مرتاح. شوف نحن نبذل اللي علينا يعني وتوفيق من الله سبحانه وتعالى واهم شيء نركز وايد والغلطة بالفهني وأنك توقف أو تغرز مشكلة والأعطال الفنية تستوي طبيعة المراحل مش بسيطة. نحن اللي علينا نقول السوق وبنأدي بالطريقة اللي نحن مرتاحين فيها والله سبحانه وتعالى هو اللي بيوفقنا. نعم أعزائي المشاهدين كما عودناكم بأن ننقل لكم أدق التفاصيل لأحداث رالي أبو ظبي الصحراوي في نسختها 29 معي في هذه اللحظات رئيس نادي الإمارات للسيارات ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات الفية محمد بن سليم نرحب فيك على قناة أبو ظبي الرياضية. محمد اليوم ثالث مراحل الرالي الحمد لله ولله الحمد الأمور كلها طيبة شنو نقدر نقول عن هذه المراحل؟ صعبة وطبعا بتغيير التطاريز اللي والجو التطاريز تغيرت الرؤية انعدمت شبه انعدمت. البارح كنت أنا على شفة أني أنا ألغي بعض نص المرحلة أو ربعها اعتمادا على التغطية الجوية اللي نقدر عليها فبعدين بس تدري هي مش صعبة بس على السائقين ولكن على المنظمين وعلى حتى التغطية الجوية فلله الحمد بعدين القرار كان صائب أن يكملون وما عن الإصابات اللي تذكر. شوف السباقات دائما فيها إصابات اليوم كان الجو أحسن بكثير من البارحة وتشوف حتى التغيير الناس كثير خسروا وقت البارحة فأنا دائما تدري السلام هي دائما عندي الأولوية والأساس ولهذا السبب يعني كثير من الناس تدري أنت يوم أنا سعر لما أكون في السيارة دائما أخاطر لكن مخاطرتي دائما محسوبة لكن بعض السائقين يقول لك لا أنا بدخل يا أخي ما في وقت وبعدين يعني حفاظا لك يمكن يزعلون لكن بعدين يحترمون القرار الصعب. لاحظنا الدراجين نوعا ما يأخذون أكثر خطورات ويعني في السباق السائقين أكثر شوي معتدلين لهذا السبب إذا بتنظر من اللي متصدر ستيفن بيتر هانسل فاز في رالي أبو ظبي الصحراوي من الله أعلم من 20 سنة على دراجة وبعدين تحول إلى سيارة فاللي كثير من الدراجين أصبحوا سائقين. سيريل دي بري كان نفس الشيء وتحول حتى اللي مسؤولة عن لجنة المسابقات العالمية الحين موجودة عندنا يوتا كلانشمنت جت عشان تشوف الله يسلمك وضعية رالي أبو ظبي الصحراوي كيف نحن نقدر نطور في المستقبل من حيث التغطية الإعلامية ومن حيث حتى وجود المصنعين رسميا وليس بس اختياريا. محمد الله عليك الصحة والعافية. خلي إذا بنتكلم اليوم عن نتائج المواطنين حقيقة نتائج جدا مشرفة. الشيخ خالد تواجد في اليوم ثالث مرحلة في التوب 10 أيضا المصاب محمد البلوشي أيضا في التوب 10 يعني تواجد الأسماء العربية في هذه المراحل أتوقع أنه شيء إيجابي. صحيح أنا إذا ببتدي بالدرجات النارية من محمد البلوشي لا تنسى هو بطل البطولة كأس العالم في الباحة وخذ البطولة العام الماضي ونحن يعني إذا على مستوى رسمي كنادي سيارات أو كمسؤول رياضة أو كمحمد سليم ساعدنا قلنا عشان حماية اللقب فيعني شارك في رالي دبي اللي هي الباها وشارك الحين في هذا الرالي الكبير اللي اعتبره 29 سنة وعندك طبعا الأخ خالد القاسمي خالد ما شاء الله من السيارات الأحسن سيارات اللي موجودة مش غريب على رالي أبو ظبي الصحراء ولا على أرض هذه فيعني نتمنى في هاليومين مثلا تعويض. إذا أنظر أنا الفارق مش كثير يعني إذا بتنظر إلى 11 ساعة و7 دقائق و29 ثانية بعدين اللي وراء 4 دقائق ونص وبعدين خالد يعني اللي وراء يعني بحوالي دقيقة واحدة فيعني لحظة. شوف السباقات الصحراوية تختلف عن السباقات العادية بالنسبة لهم 3 دقائق لا شيء مثل 3 ثواني في السباقات العادية فإن شاء الله تمنى له خير. يعطيك الصحة والعافية أبو أحمد.
على مستوى الشخص اليوم أنا كمذيع وكمراسل هنا متواجد في هذه المنطقة ثاني سنة لي وثاني سنة أتشرف بالتواجد معك حقيقة. وأحمد على مستوى الشخصي تواجدك في أرض الميدان من السنة اللي طافت وهذه السنة حرصا على السلامة أتوقع هذا دل على حرصك ظهور الإمارات بالمركز الأول. بعد 20 سنة سهر والبطولات وبعدين أن المنظم ما تقدر يعني إذا بعدت عنهم دائما يحسون إذا محمد مثلا مو موجود لنا لما أنشأنا هذا السباق من 29 سنة دائما أنا متواجد يمكن المنظمين اختلفوا وراحوا ورجعوا مرة ثانية لكن الثقة اللي بنيتها مع السائقين مع الفرق سواء كانت السيارات أو الدراجات النارية صدقني حتى رقم التليفون الخاص عندهم إذا في مشكلة أنت اليوم ما تقدر تعتمد على 20% اللي عندك اللي هم الفرق الكبيرة ولكن لازم تعتمد على 80% اللي هم الخاصين تسهيل أمورهم مثلا في الجمارك تسهيل أمورهم الموجودين تحتاجوا شيء على أرض الواقع عندك الفريق دائما متكامل فلله الحمد وعلى اتصال بهم دائما كيف تبني العلاقات بناية العلاقات مهمة يعني واليوم ننظر نحن إلى السنوات بعد 29 سنة لله الحمد من كثر من دق الأبواب عليهم في الاتحادات الدولية سواء كانت السيارات والدرجة النارية أنا أشوف يعني أن مستقبل أحسن من اللي صار لرياضة السيارات وخاصة في مستقبل هذا النوع من البطولة إحنا نتكلم عن شراكة إن شاء الله في المستقبل يمكن مع الإخوان في السعودية نتكلم عن الأرض اللي هي تقريبا نفسها نتكلم عن القرب اللي موجود إذن الرقي بهذه البطولة إلها مستقبل كبير فعلا أبو أحمد قائد ربان السفينة وفعلا تحرص على تواجدك في هذا المكان نشكر كل الشكر على تواجدك وإتاحتنا الفرصة بأن نجري معك هذا الرقم لا أنتوا المشكورين اليوم إذا ما عرفوا يعني المشاهدين كيف بيعرفوا إذا أنتم موجودين وأنا أشكرك شخصيا وأشكر التلفزيون تلفزيون أبو ظبي يعني خاصة الرياضي يعني اليوم الرياضة محتاج لكم أنتم ونحن بعد محتاجين لل اللي هم الشركاء اللي عندنا كانوا من السائقين أو من الممولين يعني اليوم صدقني حكومة دولة الإمارات حكومة أبو ظبي تسعى وأنا شاكر لهم سواء يعني على مستوى رسمي ولا شخصي اليوم اللي نطلبه موجود ولكن في الأخير الإنتاجية أنت أعطيت لكن لازم اليوم ترجع هذا كله فالحمد لله إذا بننظرها من منطلق مثلا كم نقاط أنا ما أنظر بس إيش بيقول عني الاتحاد الدولي أنظر هل أنا مقتنع باللي صار أو لا نعم يجيك الريبورت وفيه ممكن أنت 90 أو 95% لكن في الأخير نحن نبغي نرتقي بهذا السباق شكرا لكم Johan, how are you? Welcome to Abu Dhabi Sport Channel. Tell me about the race today. Yeah, today was a good day. We started in the. يوم كان يوما جيدا. بدأت مع المجموعة الأولى. كان سباقا مفتوحا في معظم فترات اليوم. مع العديد من المنافسين في الكيلومترات. هنا في أبو ظبي الحرارة مرتفعة جدا. في كل المراحل حاولت البقاء في المقدمة مع الدراجين الأوائل ولأخذ بزمام الأمور وصولا لخط النهاية البداية في الكيلومترات الأولى صباحا كان السباق سريعا منخفضا نوعا ما كنا نتقدم بشكل جيد وممتع بعدها أحسست بحرارة الجو العالية مع الرمال الناعمة ليصبح السباق أكثر صعوبة. عادة ما أشرب قرابة الاثنين أو ثلاث لترات
هذا ما استهلكته من المياه. أيضا عند التوقف لتعبئة البترول من أجل البقاء في وضع جيد. نعم مؤكدا سنحتاج المساعدة. كما تعلم الوضع في الصحراء صعبا جدا، خاصة عندما تكون وحيدا هناك. من أساس المنافسة الشريفة أن تساعد السائقين الآخرين. كان هذا وضعي منذ اليوم الأول، مساعدة الآخرين وعمل الأفضل. نعم هنا في أبوظبي من الصعب افتتاح السباق وقيادة الدراجين. البقاء في مقدمة السباق يضع الكثير من الضغوطات على الجسم وعلى الدراجة، لذا من السهولة للدراجين الحقيقيين تجاوز الآخرين. هذا هو الوضع في كل يوم، يوما تكون في المقدمة ويوما ثاني يمكنك القدوم من الخلف. هذا يحدث يوميا هنا في أبوظبي. Yeah, we are always really, really happy to come here. نحن دائما سعداء بالقدوم إلى هنا. أعتقد إنها واحدة من أروع الصحاري في العالم. سعداء على الدوام بالقدوم إلى الرالي هنا والاستمتاع في أبو ظبي. محمد جعفر رحب فيك على قناة أبو ظبي الرياضية. ما شاء الله عليك اليوم من أوائل الواصلين، خلنا نقول مع أن المرحلة اليوم كانت تعد أطول مرحلة في هذا الرالي. والله اليوم نفس ما قلت هي أطول مرحلة، وكنا متخوفين منها وداشين في شوية رعب، بس الحمد لله كانت أحسن مرحلة اليوم. الروت كان يعني جدا حلو بسيط، في أماكن صعبة أكيد بس كان سريع الدرب، والحمد لله يعني اليوم كانت نتيجتي أحسن نتيجة وكانت أفضل. بس واجهتني مشكلة آخر 10 كيلوات انقلبت، وأتوقع معور صبعي بعد الحين. فالحمد لله الخامس خلصت اليوم، باقي لنا يومين دعواتكم. شو الفرق محمد بين تقريبا اول مرحله واليوم ثالث مرحله؟ في اذكر يمكن تقريبا قبل يومين او المرحله الاولى تقريبا سوينا لقاء وكنت جدا منهك وتعبان. اليوم ما شاء الله عليك، يعطيك الصحه والعافيه، توك واصل ولكن نوعا ما شكلك مرتاح اكثر. اول شيء اول يوم الجو كلش ما ساعدنا، الجو كان جدا صعب. ثاني شيء بالبر من توقف، لو تعطل الدراجة توقف 5 دقائق 10 دقائق بس تروح عافيتك كلها، لأنه ما يوقف عنك الهواء والشمس عمودية عليك. أول يوم بلشنا متأخرين مو الصبح، فيعني هذا الفرق. أول يوم لأني وقفت نص ساعة تقريبا بالبر وكان حر جدا وخلص علي الماي، فاليوم الحمد لله لا اليوم سلس ماشي الأمور. كيف تنظر الأيام الباقية المراحل المتبقية لك؟ والله الحين مع صبعي بس بروح أسوي أشعة إن شاء الله أنه ما في كسر. إذا ما في كسر بظل يعني معطي كل ما عندي لنهاية السباق، إذا في كسر بس بحاول أن أخلص الرالي. كورنيخو، ويلكم تو ابو ظبي سبورت شانل، تيل مي اباوت ذا ريس توداي، هاو ذا ريس توداي اتس از ذا 297 كيلومترز، سو وات دو يو سي اباوت توداي؟ ويل توداي واز ا تاف ستيج لونج، يسترداي اي وون ذا ستيج سو توداي اي هاد تو اوبن ذا واي. اليوم كان يوما شاقا، اليوم كسبت المرحله، كان علي فتح الطريق، عملت انني سافقد بعض الدقائق خاصه انني سومويل كان خلفي. أعتقد أنني أبليت بلاء حسنا، سعيدا بقيادتي مقدمة السباق وسط التلال، إنه أمر جيد سيمنحني المزيد من الثقة. اليوم لم تكن تلك النتيجة جيدة، لكن لدي موقع ممتاز للانطلاق غدا، لذا سأحاول الحفاظ على التقدم. سعيد بإنجازي اليوم، أتطلع إلى المزيد يوم غد. We're very close in the overall. أنا قريب جدا من المقدمة من حيث الترتيب العام،
30 ثانية أعتقد سأعيد بعدها غدا. لا أعلم كم كيلو مترات لكنني سأحاول الوضع لتغطية النقص وتقريب الثواني والبقاء في المركز الثاني من حيث الترتيب العام. سأحاول قيادة أسرع ما يمكن لأرى إن كان يمكنني تقريب المسافة. Yeah, today was the longest stage, but I think it was better weather conditions than the other days. Not that hot. نعم، اليوم كانت مرحلة طويلة، لكن أحسست أن الوضع الطقس كان جيدا. لم يكن بتلك الحرارة. الرياح أيضا كانت مثالية. اليوم كان رائعا بشكل عام دون أخطاء كبيرة. الدراجة كانت رائعة أيضا، كل شيء مثالي. من الأمور الأساسية للفريق الذهاب لداكار. بطولة العالم مهمة أيضا، لكن الأهم هو الذهاب لداكار. هذا السباق في بطولة العالم يساعد الجميع لاختبار دراجاتهم، لرؤية ما يمكن تطويره لدراجاتهم. أحب التسابق في العام كاملا، هذا واحد من السباقات المفضلة لدي، لأن المكان رائع والتلال أروع. لذا أنا سعيد بتواجدي هنا في أبو ظبي. سأحاول قيادة على نسق الثلاثة أيام الأولى، أعمل أفضل ما لدي. سنرى كيف ستسير الأمور. هاي البوصلة أنسقها هني وأمشي مع الجي بي إس، عرفت؟ يعني إن الشغلة مو بالسهل، يعني في السيارة على الأقل عندك ملاح، الحين أنت هني روحك الملاح وروحك المتسابق، فالشغلة مو بسهلة يا جماعة. وهذه بطولة العالم، يعني إني أنا اليوم من ضمن العشرة الأوائل، هاي حد ذاته إنجاز. أنا أطمح إني أكون الأول أكيد يعني، بس أنا ما أدري والله. أول يومين هي خلاص خربت الموضوع كله. اليوم كنت أعاني يعني العضلة بعد شادة من تشنج العضلة يمسي، جسمي ما استشفى خلال الليلة الأمسية. حاولت أخذ أملاح كثيرة أمس، والله رحمنا اليوم الجو كان ممتاز، يعني مع أنه مرحلة طويلة، بس شو قلت دام انه مرحلة طويلة احاول اني اخذ برتم هادي، عشان ما لان ما بينفعني اذا اشيل وانا بعدني ما مستشفي من الاصابة الامسية. فخذيت على الراحات الحمد لله، اظن اليوم بعدني في من ضمن العشر الاوائل حاليا. هذا اللي نقدر نحصل عليه. يعني شو الفرق محمد، شو الفرق بين اول يوم وثالث يوم؟ اليوم اول يوم بالذات، اول يوم ويوم الثاني الحر، حر ذبحنا هو علينا كلنا الحر. بالنسبه لي انا اول يوم لاني انا فاتح الدرب، والدرب يعني ما يسوي الدرب ما يسوي اثر، عرفت؟ يعني كله في صبخات طايحين في، يعني مو بالعراقيب، آخر شيء عراقيب. بس اليوم أنا صح أني أشتغل ورا، بس الكل سريع، عرفت؟ اليوم هنا ما حد جاي البقعة هذه يعني سنة كاملة، فماشي أثر إلا أثرنا. يعني لو ما تعرف هذا اتبع الأثر، هذا أثرنا، ما في حد غيرنا داخل، فهمت علي؟ فيمكن ناحية الجو بس هذا هو. كيف تنظر المراحل المتبقية عندك؟ بالنسبة لي باقي يومين. شقا ما قلت لك اليوم هذا إنجاز، يعتبر لي أني العام ما خلق بالضبط. اليوم من العام طلعت برا سبة الإصابة، يعني حرمتني من أني أخلص نتيجة زين العام. اليوم مني واصل هني وباقي يومين نركز عليه إن شاء الله نعوض بعد السباق في الميدان. باقي يومين وإن شاء الله كل يوم عن يوم نطور عمارنا ونعدل من النتيجة.
نعم مشاهدينا الكرام، كانت هذه هي تفاصيل المرحلة الثالثة لرالي أبو ظبي الصحراوي. نلتقيكم غدا بإذن الله، وحتى الملتقى دمتم في أمان الله.